كونك أما حديثة سيراودك كم من المشاعر المختلطة، من التشويق إلى الخوف إلى الإرهاق. إليك بعض ما يمكنك القيام به للحرص على اتباع رحلة أمومة صحية. اتبعي حمية غذائية متوازنة ومارسي الرياضة بانتظام، واحصلي على نوم كاف لتبقي في أفضل صحة. ولمصلحتك ومصلحة طفلك، ابقي على اطلاع باللقاحات التي يحتاجها طفلك، خاصة خلال الأشهر الستة الأولى من عمره. وابدأي بحجز مواعيدك الطبية. راقبي نمو طفلك من الولادة وحتى الخامسة من عمره، وترقب الأحداث الهامة واحتفظي بها ككلماته الأولى وخطواته الأولى. شاوري طبيبك إذا شعرت أن طفلك لا ينمو بالشكل المتوقع. طفلي يساعدك للبقاء على اطلاع بأهم المعلومات وعلى تتبع كافة مراحل رحلة الأمومة. حملي طفلي اليوم.